السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والهنا والعافيه، وباش ما تمني ربي وطولة العمر والرزق والصحيحه وما عشان نقول لكم وكل شيء المهم اللي تمنيته واللي تشهيته. ما تغلقوش رمضان، تكيسوا على المعده ديالكم. المهم اسمحوا لي البنات هاد الايام تغبر عليكم في اليوتيوب، انا عارفه بلي غابر عليكم، ولكن غيتعرفوا ان شاء الله الاسباب ينفوا يخرج رمضان. داكشي غادي نقول لكم الاسباب علاش غابر عليكم، علاش ما مسالياش. المهم تنا تكونوا بخير وعلى خير. هاد القنيدرات اللي كتشوفوهم البنات كلهم راه كاينين عند عايشه كونسيبت ستور، غادي تلقاو عندها كل شيء. هادشي باتوينه زوينه واللوينات كلهم، راه انا ما صورتش لكم جميع اللوينات، انا غنوريكم الموديلات. هاد راه موديلات جداد عاد جاوا زوينين صراحه. انا خديت فيهم جوج، خديت البلون كاسي ديك البيضه اللي في البلون كافي، وخديت في البلو، رائعين والتوب زوينه البنات، وحتى لا كاليتي زوينه. وكاين التوصيل داخل وخارج المغرب، بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التوصيل راه كنوصلوا داخل وخارج المغرب. المهم نتوما تمشوا عند عيشه تعيطوا ليها وهي راه غادي تهضر معكم وتوريكم كيفاش، تقول لكم واش بلاصه. هذا البنات راه موديل جديد، اوكي ماشي هذا الغوز اللي كنوريكم، هذا الغوز غير بقى من ديك لا كوليكسيون اللي صورت لكم ديك المره، ما وريتوش لكم. مي دابا هاد اللوينات اللي خرجوا دابا رائعين، حتى الموديل غزال. عرفتوا يا البنات كيفاش كيجي في اللبسه؟ واعر واعر، واخا تكوني خويبه، واخا حتى شي واحد ما كاين خايب، تكوني كيما بغيتي تكوني يجي معاك يجي معاك، تكوني غليظه تكوني رقيقه تكوني قصيره. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني انا هنا راه كنلبس لابسه هنا الاكس ال، يعني اللي بحالي في لاطاي تاخذ الاكس ال، واللي غليظه عليا راه كاينه فيها دوبل اكس ال، كاينه تريبل اكس ال، كاينين جميع لي طاي وجميع الانواع. انا وريتكم غير هاد الجوج دابا من ديك لا كوليكسيون اللي دازت، تبارك الله شحال تاع الناس خداو هاد لا كوليكسيون، راه باقيه تاهي على الناس اللي بقى نفكر فيكم فيها بلي راه باقيه الناس اللي بغاوها مازال هاد لونسيان كوليكسيون، ولكن دابا راه دخلت وحده جديده هي غادي تشوفوها دابا في هاد الفيديو، في هاد غادي نصورها لكم دابا. فيها جميع الالوان، كاين شي لون ما صورتهمش، كاين نيود، كاين الكحل، كاين الزرق، كاين الصفر، كاين الموطارد، كاين كلشي البنات. هادو هما كما كتشوفوا معايا، كاين انا غير اختاريت لكم الوينات اللي ديسپونيبل وقلت لكم هاكوهم. مي راه كاين جميع الوينات، نتمنى يعجبكم. خليكم تتشوفوا كلشي وقول لك وجو قول لي انا الوين اللي جاني زوين. जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना, तेरे सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही, लड़खड़ाए कदम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तनहा तनहा यहाँ तुझे ना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है, किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें दे, दगा नहीं करेंगे सनम,
दिया है जान तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे सनम रब दी कसम यारा रब दी कसम यारा रब दी कसम المهم كبداتي هنايا من بعد ما سكت مع لكم لا كوليكسيون هنا غادي نشارك معكم تحضيرات جولي غادي لواحد الافتتاح ديال واحد الريستوران شيف هندي اللي كتعرفوها المهم الريستوران انا مستر مشاوي المهم عرضت علينا بما ان حال الافتتاح قالت لي حياه اجي الافتتاح المهم السيده كنعرفها الله يسخر ليها الله يسخر لها في البروجي ديالها الله يسهل عليها المهم كدير الماكله ديالها زوينه وشي حاجه ديفيرونت المهم مستر مشاوي اللي بغات تعرف تكتبها بالانترنت المهم هنا قالتها كنتحضر كنوجد راسي حيت خارجه نخرجها انا والصديقه ديالي خارجين زعما ندورو نشوفو انا الصراحه عجبني الاستقبال اللي داروا ولا حتى داك الشيء جا تبارك الله زوين الصراحه جا داكشي زوين صراحه راه غادي تشوفوا معايا كلشي في الفيديو المهم انا غادي نشارك معكم هنا شنو كندير في الماكياج ديالي شحال هذه ما شاركت معكم وكاين شي بنات شافوني حياه ديال الماكياج قال لي حياه عافاك كيفاش كديري الماكياج ديالك انا راه جالسه كنهضر معكم وتفكرت بلي ما جتمعي حتى شي مرايه غنماكي معكم غير بالتليفون وصافي ما جتمعي حتى شي مرايه لقيت راسي جايه بزيرو مرايه مشات عليا الهضره يا البنات عرفتوا غبرت هاد اليامات من اليوتيوب وما بقيتش عرفت كيفاش ندير تنهضر معكم ها سمحوا لي صافي وشجعوني باللايكات شجعوا اختكم باللايكات باش نزيد نحط الفيديو راني جاني العكز الله يخليكم راني دخلني العكز المهم بقيت كنوريكم هاد الكريم ايدغاتونت صراحه ما عرفتوش منين خدا لي راجلي مي خدا لي هاد الكريم ايدغاتونت هادي انا كن صراحه انا ما كنعرفش لي مارك انا كنوصي راجلي هو اللي كيعرف حتى مني في لي مارك عرفت غادي تضحكوا عليا ولكن الراجل اللي كيعرف حسن مني في المكياج وكيعرف حسن مني في السميه ديال لي مارك واش لي زوين واش لي ما زوين البشره انا ماشي من داك النوع والشخصيه ديالي ماشي من داك النوع فهمتوا ماشي من داك النوع اللي كنعرف السميه ديال لي مارك انا اللي بارفوم نعرف سميتهم قليل اللي كنعرف السميه ديالو قليل 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 فريمون يعني الا غنشري شي حاجه كنصور داك نقول ليه واش هاد الماركه زوينه واش قرا لي عليها شوف واش غزاله واش زعما مناسبه للبشره ميسينا وانا راه جو سوي فينيون فهاد الكوتي هادي هاد الكوتي هادي راه خلوه على الله وصافي المهم هنا غادي نركب الرموش ديال سناء بيوتي سنة تعرفوا راه سنة بودا المهم هادو كانت فاش يلا هدرت لا ماركي ديال هاد الرموش كانت صيفطات ليا واحد الباك نجربو وباقي عندي الصراحه الباك وطلعوا رائعين تعرفوا راه ما سخيتش بهم راه ديري وعاودي راه كنديرهم ونسالي ونحيدهم ونعاود نديرهم دابا تشوفوا كيفاش طلعوا في العينين ونعاود نحيدهم وسي دوماج ما بقاتش خدامه بهاد لا مارك ديال الرموش ما بقاتش خدامه بهم نهائي ما بقاش دابا ما بقاش كتبيعهم تعرفوا لكن سينو راه كانت الماركه زوينه والله العظيم كانوا رموش غزالين طبيعيين استعملوا عاودي راه غير هاد الرموش ما عرفتش شحال من مره استعملتهم انايا غزالين وهنا جيت نشارك معكم هاد لا مارك هادي اللي خديتها جديد راه كنقول لكم كنخدم وما كنكونش عارفه السميه ديال الماركه المهم هاد الماسكارا اللي كتشوفوا ديال الحجبان الناس اللي عندها نفس المشكل ديالي انا عندي واحد المشكل خايف في حجباني عندي حجباني كيكونوا طايحين ليا لتحت وعندي الزغبه عندي الزغبه ديال حجباني غليظه وقاصحه فهمتوا ماشي ديك الزغبه اللي كتمشي معاك كاين الناس اللي كيكونوا كيديروا غير اي حاجه لحجبانهم وكتلقى حجبهم كيتمشطوا ليهم انا حجباني ما كيتمشطوش ليا عادي خاصني ضروري شي حاجه كتكون كتلصق الناس اللي عندهم نفس المشكل ديالي بحال هكا يستعملوا هاد لا مارك هادي خديتها من سيفوغا غالي شويه خديته بشي واش 28 اورو ولا 26 اورو ما بقيتش عاقله ولكن زوين راه كيلصق لباباك الحجبان ديالك سيختو الناس اللي عندهم الحجبان قاصحين والزغبه كتكون طايحه على التحت انا عندي نفس المشكل هنا خديت هاد لا مارك ديال طاخت اللي كتعرفوها الفوندو تاع ديالهم زوين الصراحه نقطه وكيقر انا هنا راه درت كثرت بزاف تميت كاسا كنهضر نهضر 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 تلقيت راسي عمرت راسي بالفون عمرت راسي هاد الطخت زوينه حتى هي لا مارك ديالهم الناس اللي ما عمرهم جربوها يجربوها زوينه ولكن خذوا الاوريجينال صافي فاش كنقول لكم الحاجه كنقول لكم خذوا الاوريجينال هادي حتى هي زوينه هادي الصراحه ماشي
غير تعطات ليا كادو، ولكن انا ما ماشي اللون ديالي فهمتو، بيضاء عليا، لذا انا نديرها كوم كونسيلر زونه غزاله، هي غزاله والله ما عرفتش السميه باش تعرفوني انا الحاجه نكون عباني وعاجباني وما كنعرفش السميه ديالها. هنا غادي نحاول ندير شويه، شفت هذه في واحد التكنيك ديال الميك اب، واحد السيده كنتبعها في الميك اب وشفتها باللي كديرها التكنيك ديال ما بقوش كيديروا الكونسيلر كديريه بواحد البارتي هكا بحال الملسه، كتكون بحال الدجاجه، كتدمج حسن من البيوتي بلندر، حسن من الشيتا، حسن من البانسو، حسن من كل شيء. هذه من الاحسن، كدمج زوين. انا اصلا ماشي كنجي وكندير، يعني كنوزعو على تحت العين وكنتسنى حتى كينشف شويه باش كيشد ليا باش ما يغبرش، عاده كنديرو. المهم هذا غنضي نديرو غير بيدياتي، صراحه زوين هاد لاماخ ديال طخت، جبتها لي اختي عتيقكم كادو، وهي اللي غادي تسولوها منين خداتها، ولكن زوين عرفتو، كيدمج بواحد الطريقه كيمشي معاك دغيا 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 وما كيبانش، كيخبي العيوب وما كيبانش واش دايره، مع راه غادي تشوفوا اللون ديالو كيفاش داير، وحتى المزيج ديالو داير ماشي فوندو، حتى ماشي كيبان مجير، لا دايره بحال ما دايرهش.
تبارك الله عليكم. شوف هذا راه نهارنا ياك، هذا نهارنا 8 مارس غنغنيو، حنا اللي غنغنيو، ما غنطلقوش الموسيقى، حنا اللي غنغنيو. يلا عطوني شي وقيفه كاملين كاملين، صافا راه ما عزيزش عليا العيله في المعكازات. يلا زيد، يلا البنات شوفوا علاش 100 عام للمسامحه، اللي عندها 100 عام غيتجلس ياك. يلا كلشي الشباب الشباب عطونا وقيفه كاملين كاملين، كلشي كلشي. تقريبا شحال تاخذي ديال الوقت باش تكملي هذيك؟ لا قريبا رونوك تحدي نديرو تحدي سيمانه ولا كثار؟ صحتي على سيمانه بزاف. واو زوين، ديكور رائع فريمون. هند ابدعت في هذا. البارح خرجنا مشينا للافتتاح، ما ديتش معايا ما وبنت حكيمه، ما ديناهمش معانا حيت صراحه ما عرفتش غيكون الناس وداك الشيء. انا قلت انا الناس غيكونوا غير حجازيه، الله ما نتكلموا. اليوم خرجنا مجبنا ونصر الصلاه فتحت البارح حنا، واليوم نغداوهم فيها. داك الشيء اللي ماكلوه البارح ياكلوه اليوم. ها هي الحجه تاع ما كجات الماكله بنينه، ناكل انا ندير يد اختي وناكل نهضر وناكل. ها جات الماكله بنينه. جينا عند مستر مشاوي، هذا غير تقبيلات مقبلات. صبصو حنا كناكلو في المقبلات. وجدت الوالدة البروشيت، خديت لك الكفتة. شوفي خديت لك الكفتة مزيان. لا ما تقولي مزيان يدك مزيان. هو هذا بسيط. ما لا ما عرفنا هادي كاربوناغا.